طبعا من النجوم اللي زملوا النجم الكبير كابتن طبعا عبد العزيز عبد الشافي. كابتن مختار مساء الخير. انت اخيرا انا مستمتع يا عم الكابتن فيزا مساء مستمتع. الخير يا اهلا علي. بيك كابتن مختار ازاي حضرتك؟ عليكم يا كابتن. عليكم السلام ورحمة الله. احنا سعداء بمشاركة حضرتك معانا وحابين نسمع رأيك عن الكابتن عبد العزيز عبد الشافي على المستوى الكروي والفني وعلى المستوى الإنساني. والله ما شاء الله الكابتن زيزو يعني يستاهل كلام كتير جدا وممكن يبقى فيه قصايد يعني ربنا كل يبارك فيك حاجه علي، صراحه. ربنا يخليك. يعني لو بنتكلم على المستوى الاخلاقيات طبعا الكابتن عبد العزيز اخلاقيات جامه في اشياء كتيره جدا جدا في طب التعامل بعد ما الانساني عندك يا على مختار اعلى والله مستوى. ربنا لا يخليك. والله يا كابتن ده حقيقه يعني الصراحه يعني الواحد مهما يقول ما يقدرش يوفي يعني الكلام في الكابتن عبد العزيز. يعني الله الحته يكرمك الثانيه الله بقى يكرمك. الفنيه بقى اللي يمكن ناس كتيره ما شافتهاش حاجه هايله جدا يعني كره ممتعه مع سهل ممتنع بشكل هايل يعني للاسف ناس كتيره اتحرمت في اللي عايشين دلوقتي يعني ما شافوش الكابتن عبد العزيز بالشكل اللي هو كان حظهم وحش في ان هم ما شافوش يعني. ربنا يخليك. من افضل المواهب اللي جت في مصر يا كابتن مختار. نعم من افضل المواهب اللي جت في مصر. طبعا كلام طبعا الكابتن عبد العزيز يعني هو يعني ما شاء الله مصر يعني ربنا حباها بمواهب كثيره جدا بس في ناس صعب ان يبقى فيها حد زيهم يعني في فلان تلاقي مثلا فلان كتير قوي زيه انما الكابتن زيزو من الناس اللي طبعا صعب جدا ان الملاعب تأتي بمثله يعني. تأتي مثل. نعم بشكرك جدا كابتن مختار. احنا شايفين شكرا طبعا يا كابتن. لقطات على الشاشه واحنا بنسمع حضرتك للثنائيات وطبعا المواقف اللي مريتوا بيها في الملعب كزملاء في النادي الاهلي وشايفين اللقطات. فاكر اللقطات دي يا كابتن مختار؟ انا فاكر الكوره انا يعني اتذكرت بيها دي هي اللي اتعملت في الكعب في ماتش المصري مصري هي مظبوط دي هي الكوره من دي كابتن حاجه زيزو لكابتن مختار اللقطه. كسبنا الدوري يومها كمان. كابتن زيزو بيقول كسبتوا الدوري في اليوم ده. ايوه نعم نعم بشكرك جدا يا كابتن مختار على مشاركتك معانا شكرا يا وبنسعد علي بيك شكرا دايما. حبيبي.